السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم. النهارده هنتكلم على الارتفيشال جنرال انتليجنس او الاي جي اي او الذكاء الاصطناعي العام. هي تكنولوجيا متطوره جدا، هي تعتبر المستويات الاعلى، يقدر ينجز مختلف المهام الفكريه اللي الانسان بيقوم بيها، وعنده قدره على التعلم الذاتي من غير تدخل خارجي من المطورين. ده التعريف العام للذكاء الاصطناعي العام الاي جي اي. هل احنا وصلنا له؟ لا، يعني اقوى حاجة موجودة عندنا للشات جي بي تي بعيد جدا عن الموضوع دوت، ما بيقدرش يعمل المهام المعقدة اللي الانسان بيقوم بيها. انت ممكن تفصصها له كده مهمة يساعدك فيها، محدود الامكانيات، ما عندوش قدرة كبيرة على التعلم الذاتي، فهو لا يعتبر ذكاء عام. سواء شات جي بي تي، سواء جوجل بارد، سواء اي حاجة بمنافسة مش موجودة، مفيش حاجة وصلت. ممكن في المستقبل، هما بيقولوا ان التطور المستمر للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي في طريقه هيوصل للذكاء الاصطناعي عام. ده طبعا هيكون حاجة تواكب قدرات البشر وتتفوق عليهم، فده ممكن يخلي فيه شوية قلق، لكن احنا رايحين هنلبس في الحيطان هنلبس في الحيط. ايلون ماسك هو اكتر واحد بيحذر من الموضوع، لكن اكتر واحد بيستثمر الفلوس في الذكاء الاصطناعي. هو بيقول لك انا لو ما استثمرتش غيرها هيستثمر، فهو بيعمل، كان هو اصلا من الناس المؤسسين لاوبن اي اي، واستثمر فلوس كتيرة، وبعد كده بدأ يعمل حاجات خاصة بيه، وبدأ يحط الذكاء الاصطناعي في تويتر، و يعني عمل مشاريع كتيرة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي. ففكرة الذكاء الاصطناعي العام هو مفهوم تجريدي، يعني مش قادرين نحدد لا موعد نهائي ولا شكل مميز ليه. احنا منتظرين بقى التطور اللي هيحصل. ممكن نصطدم في ان هو موجود في جي بي تي 5 او 6 او 7، الله اعلم. ايلون ماسك بيتوقع ان هو على 2029 تكون البشرية قدرت تحقق الذكاء الاصطناعي العام. طيب ايه الخطوط العريضة بحيث ان احنا نقول هو كده احنا قدرنا نوصل فيها؟ في معايير مختلفة للذكاء، منها مثلا اختبار تورينج، اللي هو ان انا اتكلم مع الذكاء الاصطناعي العام وما اعرفش هل ده انسان ولا ذكاء اصطناعي عام، لكن مفيش تعريف فيه اتفاق. لكن ممكن نقول ايه، ان هو الذكاء الاصطناعي العام يكون فيه تمثيل للمعرفة، وبالذات المعرفة المنطقية، يكون في قدرة على التواصل باللغة الطبيعية، يكون في قدرة على حل الألغاز، يكون في قدرة على فهم الفلسفة والمنطق وإصدار الأحكام في ظل عدم اليقين، قدرة على التصرف، قدرة على اتخاذ القرار، ويكون عنده استقلال ذاتي، مش كل شوية المبرمجين يخشوا يغيروا فيه. طبعا هو اللي موجود دلوقتي عدى من كذا اختبار، يعني كان في اختبار مثلا التوظيف، تمام، ان هو يقدر يتوظف في مهمه اقتصاديا ويشتغل فيها. في طالب كليه روبوت اللي هو شورتزل، ده ان هو يسجل في احد الجامعات، وده حصل حتى في اليابان. الاختبارات بتاعتهم بتبقى صعبه، لكن هو قدر يحقق الشهاده ونجح في اختبارات كبيره جدا زي مثلا البي ام بي وهكذا. ممكن تكون اختبارات صعبة، يعني حتى بيل جيتس حطه في اختبارات صعبة محتاجة تفكير مش حفظ، لكن هو نجح فيها. طبعا في جانب من الخطورة ان هو يبقى في امكان ان هو يقرر نفسه، يبقى في آلات تكرار ذاتي، ان هو يخترع حاجات، يخترع نفسه بنفسه، او يعمل لغة خاصة بيه ويتناقش بيها مع الاخرين، مع الروبوتات الاخرى. في نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها على اساس ما نعملش زعر، ان هو ما عندهوش شهوة التملك او شهوة القتل او شهوة كذا، لكن ممكن حد يبرمجه ان هو انت هدفك ان انت تسيطر على العالم، هدفك القتل، هدفك حاجة سيئة. لذلك لازم يكون في اخلاقيات معينة نتفق عليها لتنظيم الشغل وتنظيم البرمجة وتنظيم الحاجات ديت، يبقى في قواعد اخلاقية الناس كلها تلتزم بيها. فأتمنى نشارك النقاش في التعليقات، ولو عند حد أي معلومة إضافية أو حاجة ياريت يفيدنا بيها.